صباح الخير، دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. مهم خارجة على الصباح، مهم حرشت الصباح، هذه ماشي على الصباح على الصباح. مهم كيف العادة قديت الأسعد وأمجد الميكرا ديالهم، مشاو ليكول. شو شكون اللي بيت عندي؟ إيمان ومليكة باتوا معايا، جاو باتوا معايا البارح، وجات معاهم حتى ماما، جات بات معاهم حتى ماما. ايوا مسكينه ماما خليتها في الدار، دابا متكيه عرفتي، غيصدعوكم المطر، غيصدعوكم المطر. انا عرفتي كون مع ديك ديك تبقى نقولو خواتاتي اخر فيديوهات، غيصدعوكم المطر. خاص ايمان دابا شي واحد يطير لي التليفون. المهم قلت لكم جاوباتو معايا. ايوا دابا حنايا غادي نمشيو نعطو البال طبيعة الحال، سيدي موسى معروف بالبال، وقلت نجي نبارطاجي معاكم. امبليك المهم حنا يلا دخلنا دابا شويه، لقينا ماما مسكينه طيبه، لقينا الدجاج بالبابا بالبطاطا والزيتون. صافي ايمان اختي عندها شي شحال مشات، انا غنتغدى غير انا وماما ومليكة وعندو، وبطبيعة الحال جودي الحبيبه اسعد وامجد راه داو الماكله ديالهم. صيفط لهم الصباح دوك لي نوكات، درت ليهم لي بات، هاي لي صيفطت لهم، درت ليهم درت لي بات مع مايس، و درت ليهم لي بات والمايس والطون. صافي هادشي داو معاهم، و داو معاهم تي بان فوغي و دار هادشي لي كاين. ايوا صافي بدا الحمد لله البارح بدا واحد لافونتاج زوين في هاد ليكول، هادي ماشي بحال الاخرى اللي كانوا كيقراو فيها ديجا. الا كنتو تتعقلوها البنات كنت ندي لهم غير الكوتي، صافي هما ما بقاوش كياكلوا الغدا، ما كيبسجوش عليهم تما، صافي قالوا لي بلا ما تبقاي تجيب لهم الغدا. ولكن في هاد ليكول هادي البارح تبارك الله كلاو كلشي، داك السوسيس كامل كلاوه، كلاو لي فخيت كاملين. بالنسبه للفريت انا ما كنتش بغيتو ليهم، حيت عارفين الفريت كي زعما كيلوى. ايوا قالوا لي لا ماما غير صايبيه لينا. النهار الاول قلت ماشي مشكل، ولكن الحمد لله كلاو كلشي، غير هي خاصني نشري لهم شي كويسات ديال الميكا، ناخذ لهم شي كويسات ديال الميكا حيت الحليب ما شربوهش، نسيت ما عطيتهمش باداوش كويسات. عندي كيسان كبار ولكن ما غاديش يصلحوا لهم، خاصني ناخذ لهم شي كويسات باش يدا معاهم الحليب يبقاو فيه يشربوا. سمعوا جودي محيحه عرفتي كي دليكم تبارك الله ما شاء الله، ولات حسات بجنيباتها عرفتي، الا حطيتها راه والله ما كتخليني ندير حاجه، سورتو انا السيده اللي كانت عندي. صافي ما نكذبش عليكم، مابقاش صالحه ليا، حيت فاش كتجي لعندي ديما ضروري كتجيب تبارك الله عندها وليداتها، ولكن عارفين يعني خدمه انايا ما كذبش عليكم يعني، وماشي وليداتها اللي كيجلسوا عطاهم لي جوي ولا شي حاجه يبقاو جالسين، لا كيبقاو تابعينها. وعندها تبارك الله عاوتاني طريبيا، ولدها عنده تبارك الله عام ونص عرفتي، غير مركباه ومسكينه هي صحتها على قد الحال. قلت لها ما يمكنش، وزعما تبارك الله عندها بنيتها اللي يشدوا ليها كبيبرات زعما. ايوا صافي قلت لها شوفي
ما يعني معقوله كانت معقول نيشان فيها كنتي غادي تجي عندي بوحدك مرحبا كنتي غادي تبقاي تجي لوليداتك يعني سي با لا بين بغيتي تجي انت وليداتك من نهار من غير النهار اللي كتخدمي ليا فيه جي مرحبا وداري مفتوحه على الراس والعين ولكن باش انت جايه تدي واحد العمل وتبارك الله جايبه معاك وليداتك ما يمكنش وحتى واحد النهار هي كانت خرج الى عقلتو بدكم راه خليتها لقيتها جات لقيت بنتها جات ولقيت بنتها جات وجات معها صاحبتها ومدخلاهم عندي للدار ما يمكنش انا ماشي اي واحد غادي يدخل عندي للدار ماشي اي واحد غادي نخليه في الدار خليتك بوحدك صافي طيب بوحدك ايوا حتى حاجه ما كتلقاوها صراحه حتى حاجه ما كتكون على الكانه وعلى قلبك فهداك الشيء علاش المهم حنا جبنا على ودي جودي قلت لكم انا يالله وليت كنقضي الحاجه وكندير الف حساب وحساب ما خاصني ناخذ ليها ضروري ناخذ ليها كرسي ديال الماكله نحضنها شويه المريقه ناخذ ليها كرسي ديال الماكله باش فيما مشيت تحرك معايا المهم حنا نتغداو ونرجع لكم من بعد الناس قبيله فاش كنا في البال قبل ما نمشي نتغدى بغيت ندير هادو في نديرهم في لا ماشين باش يتصبنوا خديت الجوري التقيشرات هاكا نتوما راكم عارفين هاكا في الدار وداك الشيء وما عندهاش تقاشر من غير واحد جوج تقاشرات اللي كنت شريت ليها من السوا كيكي هادو زوينين وباقيين نقيين المهم هادو راه يتصبنوا مزيان بالصابون ديال الحجره والماء سخون هادو خديت ليها هادو وخديت ليها هادو هادو باقيين مزيانين غير هادشي خاص الواحد يقلب وخاص تكون لقانه وصافي ها نتوما هادو وخديت ليها هادو مشبكين ها نتوما في الحقيقه البال كاين ما يدار خاص غير الخطر والقانه ولكن البال خاصو نهار السبت الصباح بكري الا بغيتو البال ديال سيدي موسى السبت الصباح بكري قلت ليهم هاد المره الا بغيتو تجيو للبال اجيو باشو عندي الجمعه باش السبت نصبحو هنايا وهادو وكاينين هادو هادو بعدا راه باقيين جداد ها نتوما زوينين المهم غير باش بدلو صافي دابا مع العجله باش ما يبقاوش رجيلاتها عريانين وصافي هادو خديتهم ب 60 ريال دابا نديرهم كيف ما قلت لكم في صابون حجره وهذا وسميتو والمطايب رجعت لكم البنات مهم ماما وملكة صافي مشاو انا يا هابطه المهم عبدو جاب الدراري هابطه للشركه ديال ماي واي باش ناخذ الكتالوج صراحه ما خديتوش هذا الشهر هذا اليوم شحال في الشهر اليوم راه لو 13 اليوم راه لو 13 وباقي ما خديتوش كيف ما كتعرفوا كانت الدخله ديال المدرسه ارسا امجد كانت دخلت المدرسه يعني كنا مبرزطين مع اسعد وامجد فغادي نمشي ناخذ الكتالوج حيت بزاف يطلبوا مني الكتالوج باش باغي ياخذوا شي حاجه وباغا نمشي نبدل واحد التريكو بغيت نبدل واحد التريكو من الكارفور ديجا خديته انايا لجودي وملكه جابته ليا مسكينه جابت لجودي تريكو جابت ليها وجابت الاسعد وامجد واحد البانطوفات واحد البانطوفات حتى للدار ونوريهم لكم عرفتي زوينين ورخاصين شي 40 درهم هذا الا عقلتو المهم هذا الا عقلتو جودي عندها ها هو بلاتي ها هو جودي عندها بحال وبحال خديت ها هو خو خديته ليها صافي عجب الله عندها الورقه قالت لي سيري لهنايا للسلاق هي خداتو من تماره انا غادي نمشي نشوف واش غادي يبغوا يبدلوه ليا ولا لا حيت في كارفور ديال تماره يعني نفس الشركه ايوا صافي هادشي اللي كاين وبالنسبه للبارح ما قديتش معكم لا سوب قلت لكم يعني بلا ما غاديش نصور معكم لا سوب وداكشي ما بقيتش درتها حيت من موراها تقريبا درنا كاسكروت مزيان وموراها مع ديك 8 ونص هكاك جات ماما وانا كانت ديجا كانت دايره معايا ملكه ارصا امجد ارصا كانت جا دايره معايا ملكه وايمان يباجو معايا صافي وجابوا معاهم ماما جابوا معاهم لي كاطو جابوا معاهم الزريعه المناضه داكشي يعني قالوا لي ما طيبي لا شحال حتى شي حاجه صافي درت بناقص من لاسوب ديجا الدراري كانوا واكلين مزيان في البوتي ولا سوب ان شاء الله غادي نديرها اليوم العشاء ايوا صافي
مهم نقضي هاد الشغالات. تشوفوني كنخرج بزاف البنات راه الا ما قضيتش انايا ولا عبدو راه ما كاينش اللي كيقضي راكم عارفين. وتبارك الله اللي عنده الوليدات يعني كل نهار روتين جديد، كل نهار خاص الجديد، كل نهار هذا. فداك الشيء علاش كنضطروا انا نخرجوا بجوج، يا اما كيخرج عبدو الا كانت شي حاجه عاديه راه كيخرج عبدو بوحدو، كانت شي حاجه اللي ضروري نخرج انايا راني كنخرج انايا. المهم خليكم معايا خبيداتي. بالنسبه للسوب انا ها شنو غادي ندير فيها، درت فيها لي زيبينا هنايا، كان عندي واحد شويه ديال البروكولي وكحل ليا شويه من الفوق، خديت غير هاد الجذوره ديالو، ودرت واحد البصيره صغيره، ودرت خيزو، ودرت واحد البطاطات، وهنايا درت تقريبا هنايا واحد المعلقه كبيره، معلقه ونص كبيره ديال الرز. بطبيعه الحال غسلته مزيان صافي هادشي اللي كاين. ودرت واحد حبه ديال المطيشه صغيره. بالنسبه للرز انا درته حيت على ودي جودي، هكا الكريشه ديالها هكا مرخوفه فيها لا دياغي على حسب السنينات، فداك الشيء علاش درت انايا هاد الرز هذا صافي. ومني غادي ندير عليه شويه ديال الملحه، ما كندير فيه لا بزار لا زيت لا حتى شي حاجه، شي شويه ديال الملحه، وغادي ندير الماء وغادي نخليه يطيب صافي. ومني غادي يطيب غادي نطحنو عاوتاني بكيري. درت ليها الماء، نسيت ما قلتش لكم البنات البورو، انا راه درت البصله ودرت البورو حتى هو، درت تقريبا واحد ثلاثة ديال البورو حيت صغيورين. وهنايا البنات مهم لا سوفرا هي تما كانت قربت تطيب، بقى ليها والو. هنايا بغيت ندير، ماشي بغيت ندير، راني درت درت هنايا البلبوله، درت معاها الماء ودرت معاها النافع والحلبه، النافع والحلبه البنات، الحلبه راهي طاهت لتحت. وغادي ندير حكيت بصله حمراء وغادي نديرها معاها، وغادي نصافي نخليها فوق البوطه طيب على حساب كيف ما كتعرفوا في فصل الخريف يعني كيكونوا مولفين البنات حنايا هكا في الصيف، وهكا هكا كنكونوا لابسين غير حوايج خفاف وداك الشيء، وباقي ما هيئناش لفصل الخريف والشتاء. دونك انا وعبدو ضربنا البرد مزيان، فقال لي صيبي هاد البلبوله هادي بالنافع والحلبه والبصله، راه زوينه 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 البنات، راه ليكم ولوليداتكم عرفتي فنه. ولكن بغيتو ديروها بالحليب ديروها بالحليب، ما بغيتوش ديروها بالحليب ما ديروهاش بالحليب، ولكن انا في الاخر ضروري غادي ندورها بالحليب. وما تشربوها البنات حتى تبغوا تدخلوا للفراش، يعني صافي غادي تنسوا باش تعرقوا مزيان وتصبحوا لاباس. طوب البنات هنايا يعني من بعد ما تعشينا عرفتي جات لها سوب جات غزاله. هنايا الصراحه ما غادي ندير حيت درت البصله، ما غادي ندير لا حليب لا والو، غادي نخليها بحال هكا، ولكن غادي نزيد عليها هاتي جودي محيحة على أسعد وأمجد. غادي نزيد عليها معلقة ديال السكينجبير هكا، وغادي نزيد عليها زويتة بلدية بحال هكا صافي صافي، ونخليها تتسخن مزيان، عاود نسخنها حيت راه بردات صافي، ونعطي لعبدو والدراري وطبيعة الحال حتى أنايا، راه غزالة غزالة هاد الشوربة هادي فنة. البرد اللي معشش ليكم في صدركم عرفتي غادي ما يبقاش والله حتى غادي تخرجوها البنات. دونك هنايا بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، إلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من اللايك وبالبارطاج، وحتى نتلاقاو في فيديو جديدة إن شاء الله. يلاه مع السلامة.